تفاقمت معاناة النازحين في المخيمات جراء تساقط الأمطار خلال اليومين الماضيين. نعم، إذ غمرت مياه الأمطار المخيمات في المحافظة ومنها مخيم الحردانية الذي يضم مئات النازحين، كما حولت أرضيته إلى مستنقعات للمياه والأوحال، وألحقت الأضرار المادية بالعائلات المقيمة فيه. هذا ويواجه نازحو مخيم الحردانية ومخيمات أخرى في صلاح الدين يواجهون أوضاعا مأساوية للعام الثالث على التوالي، وسط تجاهل الجهات الحكومية لمعاناتهم وضعف الدعم المقدم لهم، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات حكومية جدية لإعادتهم لمناطقهم. الليلة سهر ذبحنا، ما نمنا، خلاص ما نمنا، هاي نبدل هدومنا نطلع نفس الشيء. والله العظيم أنا من عشاء، من وذان عشاء إلى الصبح ثوبي ما نشفته برد. ها شوف هاي الطين، شوفه الله شاهد الطين والمطر، وها جهال ألهوج بيهم هيك ولهوج بيهم هيك من المطر. هالعائلة طافت وهالعائلة طافت، يعني ضام. صابة ماكو، نفط ما عندنا، على النار اعلج نيارين وحط لهم بحيث ادفيهم للصبح. اول ليله على المطار حط خبز جهال ما عندنا، احنا ما كنا عاجنين يعني، والله اشترينا من الفرن، ظل تجهيل التعايط نص قسم منها الفاف هذا، والله انا متحملين لليل وماكو. ثالث تعلق وانا مال تطحين والتمن، هذا استلمناها الوجبه ريزناها، ريزتها على جهال عندي خمسه تامه، وحطت وقها بطاطين، سويت شلون الساتر بنص الخيمه حوطت عليهم وقعدنا لا الصبح حال نام جاه النام، وكبير لا تدفي بيهم ما حد جي، خلاص لا مسؤول ولا كبير ولا احد زارنا، خلاص ولا احد قال ولا غير جوا فاضه، ما حد جي علينا.